علي هذه راهي عزيزه وغاليه، والشعب هذا راهو عزيز وغالي، ونذير سفيان كان رخاص عندك راهم غاليين عليا انا وغاليين على الشعب التونسي الكل. المشكل اني ما عندناش دولة، ما عندناش دولة تعمل حكومة تنجم تقوم بواجبها تجاه مواطنيها وتجاه اكبر القضايا اللي هما يقولوا من اولوياتنا الستة حكومات اللي تعدوا. التو ما عندناش معلومة اللي هما احياء، والتو ما عندناش معلومة اللي هما استشهدوا. انت اش تعمل كان ما عندكش المعلومة؟ شبيني انا مواطن عادي عندي المعلومة، شد الكرسي جس باش تشد الكرسي، قم بواجبك تجاه المواطنين تاعك. نذير سفيان راهو مشو غادي وتعرضوا للأسر وتعرضوا للتعذيب وتعرضوا لكل شيء، وممكن يتعرضوا لحظة أخرى للموت خاطر قاموا بواجبهم تجاه الدولة هذه، وما رجعت لهمش الجزاء، ما رجعت لهمش نوي يستاهلوا. نذير سفيان بمناسبة انطلاق هذه الحملة التي ستجوب تقريبا أغلب مناطق الجمهورية تتزامن مع انطلاق حملة وينهم التي تطلقها النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين بداية من اليوم، ولنا شرف كفرع نقابة الصحفيين في صفاقس أن نحتضن ونستقبل هذه العائلة الكريمة المناضلة، صحبة العديد من الزملاء، صحبة بحضور العديد من الأصدقاء المناضلين الحقوقيين والسياسيين من أجل إعلاء حرية الكلمة وقيم الحرية. نحمل المسؤولية مرة أخرى إلى السلطات التونسية وندعوها إلى الكشف عن الحقيقة، ونضم صوتنا إلى صوت السيد سامي والسيدة سوني. وينهم أولادنا؟ وينهم أولادنا؟ وينهم أولادنا؟ الاتحاد العام التونسي للشغل ما ينجم يكون كان إلى جانب عائلتي الأخوين نذير وسفيان. الاتحاد العام التونسي للشغل ما ينجم كان يكون إلى جانب الإعلاميين في تحركهم تحركاتهم اللي قاعدين يقوموا بها من أجل إطلاق سراح أخوينا سفيان ونذير. نتصور أنه الاتحاد قادر باش يشكل معناه وفد هام بطبيعة تركب من عديد الشخصيات اعتبارية في البلاد، من رابطة، من محامين، اتحاد، الناس اللي هي معناه ومن النخب متاعنا الفعلة على الساحة السياسية وعلى الساحة خاصة الساحة الاجتماعية والساحة، ونتوجهوا نحو القطر الليبي. وعندنا ثم ناس عندها علاقات زاد كيف كيف بناس اعتبارية في ليبيا، ويمكن أن نقضي وقت في ليبيا حتى نكشف الحقيقة ونلقى ربما، وإن شاء الله نأمل أن نلقاهم حيين ونلقاهم معنا ونرجعوا بهم بسلام. باش نحاولوا نخدموا على هذا. قضايا الرأي قضايا وطنية، والجهة كل القضايا الوطنية لازمها تكون متحركة فيها، قضايا حرية التعبير وقضايا فقدان زوز مواطنين بغض النظر على أنهم صحفيين، هما زوز مواطنين، هما أولادنا اللي نجم غدوة تكون أنتي، يكون أنا، يكون ولدي. البرة من ما نعرفوش عليهم حتى شيء، البرة من الوطن، واللي يدور الدولة متاعنا والحكومة متاعنا اولا واساسا انها تعرف مصيرهم وتعرفنا احنا مصير اولادنا اولاد تونس. القافله هذه هو شعارها وين اولادنا، واسمع قافله الحريه وين اولادنا، هي مسؤوليه للحكومه التونسيه، وقافله الحريه اللي احنا نطالبوا بحريه اولادنا، هو مجهود عائلي وفكره عائليه توظفت، ونشكر كل من سندنا وكل من وقف معنا
على انجاح هذه القافله والرحله مازالت قدام. وشكرا للصفاقس وشكرا للسوسة وشكرا للولايات اللي تنزوروهم ان شاء الله، وبارك الله فيك مع الحفاوه هذه ونشكرهم. احنا عندنا معلومات متاكده وانا بلغتها للحكومه، بلغت الوزير الخارجيه وبلغت المستشار عليهم بتوظيفها، وحسب الظاهر ما ظهر لي، انا اللي فهمته الحكومه تقبر في القضيه هذه. اسالهم ماذا بينا نعرف جواب علاش